السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لاحظوا هذا يخرج من داخل الكمبريسر ماء مخلوط بالزيت بسبب التنسيب من داخل هذا الحوض، فيجب في حالة عند حدوث أي تنسيب يجب عدم تشغيل الوحدة نهائيا، لأن عند اكتمال خروج الفريون بالكامل يقوم بسحب الماء الموجود داخل هذا الحوض. الآن يتم تعبية الكمبريسر بالزيت كما تلاحظون، ويتم تشغيله لمدة نصف ساعة، ويتم تغييره بزيت جديد حتى يتم تصفية الماء بالكامل من داخل هذا الكمبريسر. سيتم هذا الماء الذي يخرج الآن أمامكم، آتي من هنا صورة داخل مواسير المبخر الموجودة داخل هذا الحوض كما تلاحظون صورة هنا. لاحظوا كمية الماء التي ستخرج هنا. طبعا الآن يتم تشغيل الكمبريسر مع دفع كمية من الهواء داخل الوحدة. لاحظوا الآن يتم إخراج الماء، بقايا الماء هذا كما تلاحظون الآن ماء مع كمية من الزيت. الآن يتم تصفية رأس البستون ورأس الدرج. أفصله بعد، ممنوع استخدم أي بيج الكلب. هذا حريق. قفل قفل. سلام.
ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب.